أنا معايا على الهاتف دلوقتي المتحدث الرسمي باسم اتحاد المصريين بأوروبا الأستاذ ولاء مرسي. أستاذ ولاء، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم وعلى السادة المشاهدين، ازي حضرتك؟ مساء الخير بحضرتك، أهلا بيك. طيب إيه اللي بيحصل بالظبط، والدنيا مقلوبة في إيطاليا إزاي، والجرايد بتكتب إيه، والبرامج بتتكلم عن إيه، والرأي العام بيقول إيه في القضية دي؟ شوفي حضرتك، لازم قبل ما أتكلم، طبعا غير مقبول الحدث ده أو الشيء اللي حصل ده من ولادنا المصريين في الخارج. ما نعتبرهمش مصريين في الخارج، دول هجرة غير شرعية، ولكن إذا كان حدث الشيء ده من مصريين مقيمين في الخارج، ده أعتقد مستحيل يحصل حاجة زي كده، لأن الهجرة غير الشرعية دي هي دي النتاج اللي بيحدث عندما نجد هجرة غير شرعية. بتحصل جرائم كتير في المخدرات، في الدعارة، في كل شيء، شيء غير مقبول. طبعا الدنيا لازم تتقلب، لأن الشيء ده مرفوض جدا خالص. نمرة اتنين، إن اللي قاموا بالشيء ده، هو طبعا أنا مش هبرر، ولكن أنا بقول دول تحت السن القانوني، فدول هيخضعوا لمحاكمات خاصة. أيوة. غير المحاكمات للناس اللي هم فوق السن، اللي هم بيقدروا يستوعبوا الكلام ده، إن هو ده غلط وده خطأ، إنما دول أطفال مع أطفال، ولكن ده مش مبرر. ولكن احنا مشكلتنا في الهجرة الغير شرعية، ازاي نقدر نوقف الموضوع ده، هو ان الموضوع ده مسبب فيه مشاكل كتيرة قوي في اوروبا كلها عامة. ان ممكن يكون مصير السبعة دول ايه يا فندم؟ السبعة دول مصيرهم ايه تقريبا؟ هيتحاكموا طبعا بالمحاكم، زيهم زي اي انسان عمل جريمة على ارض الدولة اللي هو مقيم فيها. اذا كان تحت السن فهيعاقب كطفل تحت السن، واذا كان فوق السن اللي هو فوق ال 18 سنه، من 18 سنه او 16 سنه. حضرتك هل عندك علم عقوبه الموضوع ده بتكون ايه بالظبط؟ عقوبه الاغتصاب في 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 دوله زي ايطاليا بتكون ايه بالظبط؟ حتى لو والله القاصر، اصل خلي بالك في منهم، في اعتقد السبعه في منهم قصر وفي لا. ما القاصر ده هيخش طبعا تبع زي عندنا هنا في مصر كده، لما بيخش بيتحكموا في اماكن خاصه بيهم، ولكن اللي فوق السن ده هيتعاقب عقوبه شديده جدا. عقوبه قد ايه؟ على حسب القانون الايطالي. انا قاعد في بريطانيا، ولكن هو الموضوع ده بتعتبر جريمه اشد من القتل، يعني أيوة. لو واحد راح قتل حد ده سهله، انما تغتصب انسان طفل كمان بالذات، لا دي جريمه بشعه جدا. أيوة. ما حدش يقبلها، ولكن وده هيأثر اعتقد على المصريين اللي موجودين هناك. القضيه دي هيأثر طبعا. هم مش هياخدوا عاطل على باطل في القانون هناك، او الرأي العام مش هياخد عاطل على باطل، ولكن الناس فكرهم من الهجره الغير الشرعيه عامه، وليس المصريين بس. كل الهجره الغير الشرعيه الدول دي بتبقى تاخد مواقف منهم شديده في ترحيلهم او ابقائهم في اماكن ايواء متخصصه، بتقدر تعالجهم او تاهلهم للمجتمع الجديد اللي هم هيعيشوا فيه. ولكن حاله زي كده، ده بيدل على عدم الوعي، وعدم ان 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 ان, إن اهاليهم ما اعدهمش للحياه صح. أيوة. في ان هم يروحوا في اي مكان ويقدروا يمارسوا الحياه الطبيعيه مع بعضهم البعض، ولكن دول في تخلف هنا. انا شايفه فيها عدم وعي عند هل ممكن يتم ترحيلهم يا فندم؟ هل ممكن يتم ترحيلهم لمصر؟ لا، هيتعاقبوا الاول، لابد طالما عملوا الجريمه على ارض البلد لازم يتعاقبوا، لازم يتم عقابهم. هل حضرتك عندك اي معلومات تانية عن القضيه دي؟ والله المعلومات لسه لغايه دلوقتي انا ما عنديش معلومات كافيه، ولكن هي مش محتاجه معلومات، هي محتاجه ازاي الدفاع عنهم هيبقى صعب جدا، لان دول مارسوا حاجه في المجتمع الاوروبي صعبه جدا ان هم بيتقبلوها.